خلقت منارة جديدة، تغيرت، عندها خوف مو طبيعي، بتخاف برب كمان، بتخاف أي أصوات بتسمعهم بتخاف، وعلى طول حتى إيدها بدنيها إذا سمعت صوت وبتقول هلا رح يصير انفجار تاني، رح يصير انفجار تاني. حسيت حالي بسوريا، يعني نسيت لبنان ونسيت إذا صار انفجار هون. ولد بهالعمر ما بيقدر يعبر عن شو حاسس، شو اللي مضايقه بالضبط. منشان هيك نحن هون عم نخلي منار تطلع يلي جواتها، تعبر من خلال الرسم، من خلال اللعب، من خلال الموسيقى اوقات. هاي النملة هالأم قالت له لمعصب. بعد الانفجار نحن أكتر شيء ازدادت حالات الأولاد من الخوف، بكي، بيصرخوا، بيضلوا ملزقين بأهلهم، بيعملوا كوابيس بالليل، وحتى أوقات بتوصل إنه للتبول اللا إرادي. في واحد أمل إنه يتعالج لو حتى بالحكي، إنه أخذت أولادي وجربت، يعني حسيت نفسيتي ارتاحت. أنا بكتر نلعب، نعمل بيزا، نعزون، نسيت دكتورة نفسيتي.